السلام عليكم. وعليكم السلام. خليكم، انا كنت مع واحد الولد باش نجبج وداكشي، ساعه تيتفلى وصافي، ما بقاش المعقول في الجواج، ما بقاش المعقول. عاد نجوج ولكن المعقول، ولكن المعقول ما بقاش، هذا هو المشكل، المعقول ما بقاش. واحد شنو دقت معاه، كانت هي عيط لي وداكشي باش نجوج، وما جا في الاخر خاني كذب وداكشي، ما معقول ما بقاش. يقولوا لك نجوج، هو الزواج ماشي ديال المعقول، تيتفلاو على البنات وصافي، معقول ما كاينش. باغا تجوجي؟ باغا نجوج ولكن خوفانة. اش نقول لك، المعقول ما كاينش. هو هذا شنو داك لي، وكنت دايقة باش زعما نتزوجو، ونادي ساعة ما كاينش المعقول. واش كتشوفي بلي المعقول ما بقاش؟ ما بقاش المعقول، ما بقاش، ما بقاش المعقول. اسمح لي يا ماما، واحد يكون معقول وصافي، يكون معقول. ولا ما كانش خدام، كيفاش غنعيش؟ ضروري خصو يكون خدام. هو ما خدامش، هو ما خدامش، وشنو؟ ضروري خصو يكون خدام. هذا الوقت صعاب، هذا الوقت فايت فيا الزواج. انا كنت واخده واحد فاسي ولد لحن وداكشي، زعما كان ما الله فيا، كنت عايشه معاه مزيان مولوده، وراجل كبير تسعيرة، وصل 90 15 عنده الزام معاه دابا 90 عنده وداكشي، ولكن في الاخر ما بقاش معايا مزيان، ما بقاش، ما بقيناش نتفاهموا، فهمتي؟ راجل كبير وصل 90، ما بقيناش متفاهمين. كان خدام في كومانا فوتي تخلص مزيان ولا ميتيل وكل شيء، ولكن في الاخر ما بقاش، ما بقيناش نتفاهموا، ما بقيناش. هو اللي طلق ماشي انا، انا ديك النهار على النفقه باش ينفق عليا، زعما يبقى ينفق عليا ويكني ويديني طبيب، وقال لي يديني طبيب صافي، ونا تا هو داك المحاميد وصافي وطلق. ما كاينش معقول، انا عاودت لك على الولد شنو داير. المعقول دابا، المعقول هو الشيء، اللي ما كانش معقول ما كاين لا زواج ولا والو. اسمح لي، يعني لقيتي غير اللي كيتفلى؟ انا اللي تيتفلى دابا، هذا الشيء علاش خفت انايا. كيتفلى وما تعيش معاه مزيان، وبزاف د الحوايج ماشي الرجاله ديال هذا الوقت، ما فيهمش الثقه، ما فيهمش، ما تيقدوش على المسؤوليات، يبداو يتفلاو على البنات. ما بقاش المعقول هادشي ديال اللي قلت اليوم، ما كاينش المعقول. اللي بغى يتزوج وداك الشيء خصو يكون معقول، وخصو يقاد بالمرا والمرا بالمسؤوليه ديالها كلها، بدارو بطبيبها بكل شيء، بكسوتها بكل شيء لها. هذا هو الزواج، ما كانش هادشي. راه شي زواج ما كاين، ملي يكون متفاهم معاها متفاهمه معاه، هذا هو الزواج، ملي يكون بدارو بكل شيء، يكون مكمل من كل حاجه، من كل شيء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.